مايكولاس الليتواني 94 ديني ماتيو. وعندنا الرقم ديالنا هو 78 قريب اقل من 80 سنتيمتر ويحطم الرقم القياسي للملتقى. المرتبة الثانية 74 ديني ماتيو. المرتبة الثالثة ستايل دانييل السويدي 67 49. المرتبة الخامسة سمايكل ترافيرس من جامايكا 66 04. الجامايكي باكر سيريديريك 64 32. عليكنا اللي هو احسن عنده احسن انجاز عالمي. الليتواني لا ماشي هو يمكن الاخ ديالو 63 93. ماتي سام 62 73. اندريوس الليتواني 62 54. صحيح كرياسن بدون نتيجه. اذا مشاركين في مسابقه 200 متر اخواني اخواتي فالعياء العياء. فالممر رقم 1 الهاشمي ساره. الممر رقم 2 الفرنسيه فاغيزوت هيلين. الممر رقم 3 الايطاليه كاداغي داليا. الممر رقم 4 الكوت ديفواريه كوني ما بوندو. الممر رقم 5 الامريكيه شاندلر كيسيزا. الممر رقم 6 الجامايكيه جاكسون شيريكا وهي اقوى المرشحات للفوز بهذا السباق. الممر رقم 7 السويديه كامبرود جي موجينكا. ورقم الدنماركيه كارستوفت ايدا. يا سلام هذو المشاركات. نتمنى البطله المغربيه في الممر رقم 1 الهاشمي ساره التي احتمت الرقم القياسي الوطني في كينشاسا في الالعاب الافريقيه انها احسن انجاز لها 23 22. وهذا العام 24 31. إذن الوقت القانوني لإعطاء الانطلاقة 20:06:26. دانييل شتال فلسطين إذن عدنا إليكم مع سباق 200 متر. ننتظر تقريبا دقيقة على الانطلاقة 200 متر. فديمن ليج بالثانية ليس بالدقيقة بالثانية إعطاء الانطلاقة في وقتها. الممر رقم 8 شيريكا جاكسون المرشحة قوية وهي بطلة أولمبية وبطلة عالمية قوية قوية هي وشيريان.
ومجموعه من الاداءات المتميزات. الاداء الجامايكي القوي شركه جاكسون. جاكسون مابوندو كوني مابوندو من الكوت ديفوار قوية أيضا، نتمنى لها التوفيق لأنها إفريقية وتنتمي لقارة إفريقيا، قارة سمراء وهي سمراء وهي سمراء وأنا أسمر، نتمنى لها الفوز. صورة أخرى من مكان آخر. إذن إخواني أخواتي سننقل لكم 200 متر. صورة أخرى من مكان آخر. خصنا الدرون. يلا إما تربحها جاكسون شيريكا أو الكوت ديفوار كوني مابوندو أو جامايكية. يلا يلا حدي معايا يلا 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 مابوندو مابوندو حاضرة مابوندو وشيريكا جاكسون مابوندو مرتبة ثانية 82 82 96 والفرنسية هيلين 23-02 والرابعة شوندلر من الولايات المتحدة الأمريكية والخامسة من السويدية موجينجا والسادسة إيدا من الدنمارك والسابعة كاداري دانيا من إيطاليا والثامنة الهاشمي سارة من المغرب 24-21 هذه هي النتائج.